اسمحوا لي أن أذكركم بأن مجمع صون الغاز يعاني من ظاهرة عدم تسديد الفواتير الكهرباء في الوقت الذي ارتفع معدل الاستهلاك بشكل كبير، حيث تتسبب هذه الوضعية في ضياع مبالغ كبيرة سنويا، زيادة على الضياع اللي هو ناتج من السرقة، اسمحوا لي على الكلمة هذه. لذلك علينا جميعا محاربة هذه الظاهرة. مي كيس كي سباسي نو 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 سيتويان الله يهديهم، سي كو كونت إلا أن بالكون إيلون في أن صالون، شتا يبلعو كاع يدير أن صالون ويخلي الشوفمان اللي كان الاكستيريور في البالكون يولي الداخل في الصالون. اي سا سا بوز دي بروبليم، سا دير لي جون موديفي، إيل موديفي، إل فو با كيل موديفي leurs appartements sans aviser.